السلام عليكم مشاهدي تلفزيون السمنة الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث نأخذكم اليوم بين أروقة الشعر والقصائد التي قد مدحت في حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي مهما كتب فيه شعر وأبيات لن يستطيع وصف كمال نبينا الكريم. ما هو سبب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ تحتفل الأمة الإسلامية في جميع أرجاء المعمورة كل عام بالمولد النبوي الشريف بالصيام بجانب بعض مظاهر الاحتفال الأخرى، حيث قد أشرقت سماء البرية بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في عام الفيل بمكة المكرمة، وتحديدا في 12 من شهر ربيع الأول. وتختلف مظاهر الاحتفالات من دولة لأخرى، والتي من ضمنها إلقاء القصائد والشعر في مدح النبي الكريم. كيف يتم الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تختلف طريقة الاحتفال من دولة لأخرى، كما تختلف مظاهر الاحتفال ما بين الدول العربية الإسلامية نفسها، والتي ترجع إلى العصور القديمة، والتي قد بدأت في عهد الدولة الأيوبي ثم تلاها الفاطمي وكذلك العثماني، والتي تتنوع ما بين قراءة القرآن والتجمع لإلقاء الشعر والقصائد بجانب الابتهال التلدينية. أنت الذي من نورك البدر أكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لكله وحباك، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وأزينت بحديثك الأقلام، لو أن أنفس العباد قصائد، حفلت بمدحك في جلال علاك، ما أدركت ما تستحق، صرت عن مجدك الأسمى وحسن سناك، ولقيت في حبك ما لم ألقه في حب ليلى قيسها المجهول، لكنني لم أتبع وحش الفلا، لقيس والجمال فنون. مع تحيات تلفزيون السمنة وتحياتي دكتور عاطف أحمد.